كده بينك وبين الله علشان آلاف الناس تمشي في جنازتك وتدعيلك بالرحمة ويرزقك بخطيبة تصون اسمك بعد وفاتك. كلنا وقفنا كتير قدام صورة خطيبة مصطفى درويش واللي كانت منهارة تماما في جنازته، ومفيش صورة ليها قادرة تقف فيها على رجليها من غير مساعدة. كانت حاضرة بالإسدال وهي مغيبة تماما عن الدنيا، مش مصدقة اللي حصل وهي في الدفنة. إحساس بجد صعب، خاصة إن الواضح إن مصطفى كان بيحبها جدا، وكان فيه اختفاء مش عادي من كل أصحابه، وإنه خلاص هيستقر ويتجوز. غير إنه مصطفى اتكلم عنها كلام حلو قوي في أكتر من لقاء إعلامي. حكاية خطيبة الراحل مصطفى درويش وإيه أول رد فعل ليها لما سمعت الخبر؟ تعالوا نعرف الحكاية مع بعض بصراحة. صدمة وحزن كبير في الوسط الفني كله بعد خبر وفاة الفنان مصطفى درويش واللي مات وهو في عز شبابه. كلنا شفنا في الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا مشاهد الجنازة والأعداد المهولة اللي حضرت العزاء واللي كان ما بينهم خطيبة الراحل مصطفى، وبعد صدمة وفاته واللي بسبب انه تعرض لأزمة قلبية وعضلة القلب وقفت، ولحد ما وصل المستشفى كان أخذ أنفاسه الأخيرة. ظهرت خطيبة المرحوم لأول مرة في صلاة الجنازة وكانت مش قادرة تقف على رجليها ولا تتمالك نفسها، وكان كل اللي حواليها بيحاولوا يساعدوها إنها تقف، وهي كانت في حالة من الانهيار التام وبتعيط ومش قادرة تتمالك أعصابها. ظهرت وهي في صلاة الجنازة بلبس عادي في الأول ومش لبسة أسود، وده بسبب إنها ما لحقتش تغير لبسها بعد ما سمعت الخبر. وبعد صلاة الجنازة ظهرت في العزاء وهي مش قادرة تمشي، وكان معاها حد بيسندها وكأنها في عالم تاني غير العالم اللي الناس فيه. المرحوم قبل وفاته ما تكلمش على خطيبته في وسائل الإعلام إلا مرة واحدة، ولما تسأل عنها حاول يتهرب من الموضوع. ولما المذيعة أثارت وجابت له سؤال بشكل تاني وقالت له أنت بتعيش قصة حب، بدأ يتكلم عن خطيبته، ما كشفش عن شخصيتها واكتفى أنه يقول شوية حاجات عنها من بعيد، وكأن ليها مكانة خاصة عنده ومش عايز يتكلم عنها. وقال هي الحمد لله خارج الوسط الفني علشان شغلهم صعب، كمان من مواصفاتها يكون دمها خفيف، بتخلق روح حلوة، وفي نفس الوقت عاقلة، بتعرف تفكر أقدر أخد رأيها، مش فاضية داخليا، وكمان عندها بيزنس خاص بيها. يعني يكون دمها خفيف لازم تعرف تعرضك، أنا بحب التهريج جدا. تفتكروا بعد الصدمة اللي بتعيشها خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش هتكمل حياتها من غيره إزاي؟